قلنا أن خطة حسن وفرات الجديدة ستكون قتل جيهان. في واقع الأمر اتخذ الثنائي المحاصر إجراءات لسحب القابس من جيهان. ومن ناحية أخرى يسعى باران وديلان وراء الحقيقة. فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ ديلان في وضع صعب، وتم نقل جيهان على وجه السرعة إلى المستشفى وحالته حرجة، وحتى لو قام الأطباء بالتدخلات اللازمة فإن خطر إصابة جيهان بالشلل مرتفع للغاية. جيهان يكاد يعيش مصير والده. إذا نظرنا إلى ما حدث لكودريت في مرحلة ما فيمكننا القول إن التاريخ أعاد نفسه. في الواقع لقد ترك حسن قدرة مشلولاً في الماضي وألقى باللوم على ديلان وعائلته تماماً كما هو الحال اليوم. وبالنظر إلى هذا الوضع برمته هناك شخصان في نهاية الحبل، أحدهما ديلان والآخر حسن. المهمة الأكبر هنا تقع على عاتق باران. يجب على باران أن يكشف الحقائق بطريقة ما وينقذ ديلان من هذا الموقف. فهل سيحدث هذا؟ هل سيموت جيهان؟ تخميننا هو أن جيهان لن يموت في الوقت الحالي، ومع ذلك بما أنه غير قادر على الكلام فلن يكون له أي فائدة من حيث الإعلان. في الواقع جيهان وضع ديلان موضع الشك من خلال ذكر اسم ديلان. بينما تشير الأسهم إلى ديلان سترغب آزادي بالطبع في الانتقام لابنها. وفي هذه الأثناء يبحث باران عن أدلة آثار أقدام في مسرح الجريمة. وبالنظر إلى أن جيهان شخص قوي فإن ديلان لا يستطيع القيام بذلك بمفرده. قد يكون هذا الوضع عملنا منظما. كل هذه الحسابات ستكون في ذهن باران. خلاصة القول الإثارة ستكون في ذروتها في الحلقات القادمة. سنشاهد مباراة شطرنج كبيرة بين باران وحسن. الشخص الذي يرتكب خطأ هنا سوف يهزم. توقعاتنا هي أن حسن سوف يرتكب خطأ وأن فرات سيدفع ثمن ما فعله. قلنا أن خطة حسن وفرات الجديدة ستكون قتل جيهان. في واقع الأمر اتخذ الثنائي المحاصر إجراءات لسحب القابس من جيهان. ومن ناحية أخرى يسعى باران وديلان وراء الحقيقة. فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ ديلان في وضع صعب، وتم نقل جيهان على وجه السرعة إلى المستشفى وحالته حرجة، وحتى لو قام الأطباء بالتدخلات اللازمة فإن خطر إصابة جيهان بالشلل مرتفع للغاية. جيهان يكاد يعيش مصير والده. إذا نظرنا إلى ما حدث لكودريت في مرحلة ما فيمكننا القول إن التاريخ أعاد نفسه. في الواقع لقد ترك حسن قدرة مشلولاً في الماضي وألقى باللوم على ديلان وعائلته تماماً كما هو الحال اليوم. وبالنظر إلى هذا الوضع برمته هناك شخصان في نهاية الحبل، أحدهما ديلان والآخر حسن. المهمة الأكبر هنا تقع على عاتق باران. يجب على باران أن يكشف الحقائق بطريقة ما وينقذ ديلان من هذا الموقف. فهل سيحدث هذا؟ هل سيموت جيهان؟ تخميننا هو أن جيهان لن يموت في الوقت الحالي، ومع ذلك بما أنه غير قادر على الكلام فلن يكون له أي فائدة من حيث الإعلان. في الواقع جيهان وضع ديلان موضع الشك من خلال ذكر اسم ديلان. بينما تشير الأسهم إلى ديلان سترغب آزادي بالطبع في الانتقام لابنها. وفي هذه الأثناء يبحث باران عن أدلة آثار أقدام في مسرح الجريمة. وبالنظر إلى أن جيهان شخص قوي فإن ديلان لا يستطيع القيام بذلك بمفرده. قد يكون هذا الوضع عملنا منظما. كل هذه الحسابات ستكون في ذهن باران. خلاصة القول الإثارة ستكون في ذروتها في الحلقات القادمة. سنشاهد مباراة شطرنج كبيرة بين باران وحسن. الشخص الذي يرتكب خطأ هنا سوف يهزم. توقعاتنا هي أن حسن سوف يرتكب خطأ وأن فرات سيدفع ثمن ما فعله. نهاية فرات وحسن. لقد وضع فرات خطة شيطانية ووضع ديلان في موقف صعب للغاية. كان الجميع وخاصة أزاد
قلقين للغاية وأعلنوا أن ديلان مذنب. أصبح ديلان فجأة هدفنا دون أن يدرك ما كان يحدث. حتى باران لم يستمع إلى ديلان، وكان الجميع يلومون ديلان مثل مطاردة الساحرة. لكن الأمور سوف تتغير. لقد ارتكب الأشرار خطأ كبيرا هذه المرة. حقيقة أن جيهان على قيد الحياة تعني نهاية الفرات. علاوة على ذلك، إذا تغير جيهان مع أخيه بعد كل ما حدث، فإن الأمور ستصل إلى مستوى مختلف تماماً. بالنسبة لحسن، السيطرة على القصر ستكون حلماً. العالم في خطر. بالنظر إلى هذا الوضع برمته، سيتعين على حسن وفرات أن يفعلوا شيئاً للإفلات من العقاب. أول عمل يقوم به فرات دون أن يعرف ما فعله هو القضاء على جيهان الموجود في المستشفى. سيرغب فرات في إكمال عمله غير المكتمل، وجعل ديلان هدفه مرة أخرى. لكن هذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق. خطة الأشرار هذه ستجعل إنقاذهم من هذا الموقف أكثر صعوبة. لتلخيص الأمر بإيجاز، يمكننا القول أن عمل فرات سينتهي في الحلقات القادمة. سيكون ديلان هو الفائز في هذه الحرب. إن الكشف عن خيانة فرات يعني إزالة الشكوك حول ديلان. بالنسبة لديلان وباران، حان الوقت للفوز وليس الخسارة. هذه المرة توصل حسن ومساعده فرات إلى خطة شريرة للغاية. لقد ذكرنا في الملخصات السابقة أن الثنائي على خطة، وأوضحنا أيضاً أنهم سيستخدمون جيهان في هذه الخطط. في واقع الأمر حدث ذلك. لقد حاول القضاء على فرات جيهان وإلقاء اللوم على ديلان. فهل ستنجح خطة فرات؟ افتراء عظيم. على الرغم من أن الرومانسية والتواصل الجيد بين ديلان وباران يجعلنا سعداء، إلا أن الأمور السيئة للأسف لا تتوقف. يبدو أن فرات الذي وقع على خطة شيطانية سينهي مهمة ديلان هذه المرة. في هذه المرحلة سيكون لدى باران مهمة كبيرة جدا. يجب على باران أن يحل بطريقة ما هذا الافتراء على ديلان، وإلا فإن جميع الأسهم ستكون على ديلان. وفي واقع الأمر أكبر دليل على ذلك هو افتراءات فرات. كان ديلان آخر شخص التقى جيهان. التوترات بين الاثنين. كل هذه المواقف تجعل ديلان المشتبه به الأكبر. لهذا السبب يحتاج ديلان وباران إلى معرفة مصير جيهان في أسرع وقت ممكن. هل جيهان على قيد الحياة؟ بالطبع، بالإضافة إلى العثور على جيهان، هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أنه على